أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف نتحدث عن تصريحات وزير الدفاع الذي قال أو تحدث بأن وزارة الدفاع لن تسمح بعودة الإمامة ولن يفرطوا بالثورة والجمهورية مهما كانت التضحيات، حيث أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي أن الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة لا يمكن أن يقبلوا بعودة مشاريع الإمامة والاستعمار، ولن يفرطوا في الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية مهما كانت التضحيات. وقال المقدشي إن أبطال الجيش الوطني يقفون بثبات في مختلف المواقع والميادين، ويحرزون الانتصارات في معركة الكفاح ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية. جاء ذلك أثناء تفقده ومعه قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمأرب اللواء الركن عبد الحميد، وتفقدا سير العمليات القتالية في الصفوف الأمامية في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء. وشدد الفريق المقدشي على رفع اليقظة والاستعداد والجهوزية القتالية، وأشاد أيضا بالمعنويات العالية التي يتحلى بها أبطال الجيش الوطني، وثمن دعم ومساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره. إذن للحديث أكثر حول تلك التصريحات والزيارة التفقدية لوزير الدفاع و قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب، ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الركن عبد مجلي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية. مرحبا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا بك أخي العزيز أحمد الفرحان، شاكرين دورك الإيجابي ونشكر قناة سهيل والمشاهدين الكرام. الشكر لك سيادة العميد، ولأبطال الجيش الوطني الذين يحرسون هذا الوطن من عبث ميليشيا الحوثي الانقلابية. اليوم نتحدث عن تصريحات وزير الدفاع وكذلك عن زيارته التفقدية، في أي سياق تأتي هذه سيادة العميد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك مرة أخرى أخي العزيز الأخ وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي. قام بزيارة إلى الخطوط الأمامية في جبهة نهم، واطلع عن كثب لا عن كتب عن تلك الانتصارات التي حققها الجيش الوطني، وكذلك اطلع على الروح المعنوية العالية للمقاتلين الأبطال في مديرية نهم الذين يحققون الانتصار ويحققون الانكسار أيضا للميليشيات الإنقلابية الحوثية المنهزمة في تلك الجبال العالية في جبهة نهم الشماء. يطلع ايضا على مدى تدقيق الخطط التكتيكيه وكذلك الخطط الاستراتيجيه والذي تقضي بالتحرير الكامل لمديريه نهم، وكذلك تحقيق الانتصار والوصول الى العاصمه صنعاء لانتشال ابناء الوطن اليمني من درن ورجس الميليشيات الانقلابيه الحوثيه. ابطال الجيش الوطني حقيقه طلع الاخ الوزير وهم يقفون بثبات في مختلف المواقع والميادين، ويحرزون الانتصارات المستمرة في معركة الكفاح ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية التي ترتكب مغامرات يائسة رغم إدراكها بذلك الفشل أمام الصمود الأسطوري لأبطال الجيش الوطني الذين يفشلون المخططات الإجرامية للميليشيات الانقلابية الحوثية في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص في مديرية نهم الذي تمكن الجيش الوطني من استعادة عدد من المواقع التي سيطر عليها الميليشيات الانقلاب الحوثيه وتكبيدها ايضا الخسائر الكبيره في الارواح والعتاد. طلع ايضا انها جبال نهم الشماء لم تسقط، انما سقطت الميليشيات الانقلاب الحوثيه كاوراق الشجر بما اقترفت ايديهم بزراعه الالغام وباسلحه الجيش وكذلك اسلحه الطيران لدول التحالف العربي. هناك ايضا التحرك القتال بالجيش الوطني واستطاع فعلا تكبيد الميليشيات الانقلابيه الحوثيه الخسائر الكبيره في الارواح والعتاد وتحقيق مبدا الالتفاف والتطويق. ايضا ابدا الاخ وزير الدفاع ايضا ابدا الاخ وزير الدفاع ايضا اسفه لسقوط تلك الميليشيات الانقلابيه الحوثيه وانها تزج بابناء اليمن الى محارق الموت لخدمه مشاريعها التنمويه ومحاوله صناعه انتصارات وهميه
لتنفيذ الأجندة الإيرانية ولتضليل عناصرها وإرضاء أيضا غريزتها الانتقامية، داعيا أيضا المواطنين في مختلف المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية بعدم السماح لتلك الميليشيات باستغلال خدمة وأجندة المخططات الإيرانية التي تسعى لزرع العنف والفوضى وتحويل اليمن إلى منصة لتحديد اليمن وتحديد أيضا المنطقة والعالم. أكد الأخ وزير الدفاع أن شعبنا اليمني وقيادته وقواته المسلحة لا يمكن أن يقبل بعودة مشاريع الإمامة والاستعمار، وأنه سيظل يتمسك بالثورة والجمهورية والثوابت الوطنية مهما كانت التضحيات. تفقد أيضا الأخ وزير الدفاع ومعه قائد قوات التحالف دعم الشرعية بمارب الأخ اللواء الركن عبد الحميد المزيني سير العمليات القتالية في الصفوف الأمامية، والتقى أيضا بقائد المنطقة العسكرية السابعة السلف اللواء الركن محسن الخبوي وكذلك القائد الخلف للمنطقة السابعة الأخ اللواء الركن أحمد حسان جبران. وأكد الأخ وزير الدفاع أيضا اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لسير العمليات العسكرية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ضد ميليشيا الحوثي المتمردة والجماعات الإرهابية في مختلف الجبهات والمناطق حتى استكمال تحرير الوطن واستعادة الشرعية والدولة. أيضا شدد على رفع الجاهزية القتالية واليقظة لتنفيذ المهام الموكلة، وأشاد بالمعنويات الرجال الأبطال في قمم الجبال الذين يتحلوا بها أبطال جيش وطني وما يسطرونه من تضحياتهم ملاحم بطولية ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال، مثمنا دعم ومساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار والاستقرار في كل ربوع الوطن. نعم سيادة العميد، نتحدث عن معنويات عالية لأبطال الجيش الوطني ورسالة قوية لأفراد أبطال الجيش الوطني ووزارة ورئيس وعفوا ووزير الدفاع التي بعث بها من خلال هذه التصريحات وكذلك الزيارات التفقدية، وأكدوا بأن لا يمكن لعودة الإمامة أمام هذا الإصرار والمعنويات العالية وما تروج له ميليشيا الحوثي الانقلابية من انتصارات وهمية على أرض الواقع. على ماذا تعول ميليشيا الحوثي الانقلابية أمام كل جبال أبطال الجيش الوطني التي تقف صدا منيعا للحفاظ على الجمهورية اليمنية واستعادة الدولة؟ نعم الميليشيات الانقلابية الحوثية تعول على تلك الأوهام وتنفيذ الأجندات الإيرانية، الميليشيات الانقلابية الحوثية تعول على الإشاعات والحرب النفسية التي تثبتها بين الحين والآخر، لكنها سقطت في جبال مهمة الشماء وسقط أولئك أتباعهم من الميليشيات الانقلابية الحوثية. وأمام الصمود الأسطوري لأبطال الجيش الوطني الذين التزموا بالعهد للوطن والشعب المضي نحو استكمال المعركة المصيرية وبذل المزيد من التضحيات الغالية حتى تحقيق كافة الأهداف المنشودة ورفع الظلم والمعاناة التي فرضتها الميليشيات الإرهابية على الشعب اليمني والحفاظ على خياراته ومكتسباته وتلبية تطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار وبناء الدولة والمستقبل. أخي العزيز أحمد، لك وللسادة المشاهدين الكرام لقناة سهيل الفضائية، الانتصارات متوالية والنصر يتحقق سواء في جبهات نهم في مختلف الجبهات القتالية وخاصة في جبهات صلب وحريب النهم المحادية لبني حشيش. هناك معارك كبدت فيه الميليشيات الانقلابية الحصائر الكبيرة في الأرواح والمعدات، كذلك هناك انتصارات في الجوف وفي مختلف الجبهات القتالية. نعم سيادة العميد، نتحدث أيضا عن هذه الزيارة التفقدية برفقة قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب اللواء عبد الحميد المزيني وتفقدهم لسير العملية العسكرية، ماذا يمكن أيضا أن تحدثنا عن التحالف العربي وأسناده في هذه المعارك والجبهات المشتعلة؟ الحقيقة من خلال قناة سهيل الفضائية نشكر دولة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على الدور الإيجابي والدعم اللوجستي المقدم للجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية، كما نشكرهم أيضا على الإسناد الطيراني المتواصل والذي كان طريقا لتحقيق الانتصارات الكبيرة التي تحققت في مديرية نهم محافظة صنعاء وكذلك أيضا في محافظة الجوف وكذلك في مختلف الجبهات القتالية. ونتائج تلك الإسناد اللوجستي أو الدعم اللوجستي تحققت الانتصارات أخي العزيز لهذا في هذا اليوم انتصارات كبيرة بعد معارك مع الميليشيات الانقلابية الحوثية في منطقة العقبة الواقعة بين محافظة الجوف ومأرب، وتمكنت قواتنا المسلحة
من استعادة المواقع التي سيطرت عليها الميليشيات الانقلاب الحوثية، وفي مديرية المتون أيضا شهدت معارك بين الجيش الوطني والحوثيين، وتم القضاء على التسللات، كما قامت ميليشيات الحوثي بشن هجوما في محاولة منها للسيطرة على منطقة الصفراء مدينة براقش، نتج عنها الهزائم والخسائر الكبيرة للميليشيات الحوثية، كما قام أبطال الجيش الوطني باستدراج مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى أحد الشعاب في شمال جبال يام، وأوقعوا منهم عشرات القتلى وعشرات الجرحى. تزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي وغارق لطيران التحالف استهدفت تعزيزات وتجمعات الميليشيات، واثرت عن تدمير عدد من العربات والمعدات القتاليه وسقوط عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات الانقلابيه الحوثيه. ايضا الانصارات توفرت من الجيش الوطني وكذلك بالدعم المقدم ايضا من دول التحالف، وخاصه في جبهه الوقاف والصفحه والحام والمتون والمصلوب التي صلبت فيه ميليشيات الانقلاب الحوثيه، كذلك في جبهه خيل انتصارت متواصله ايضا في صرواح، استطاعت قوتنا استعاده اجزاء من قبل الهيام الاستراتيجي وايضا التحكم في عدد من الجبال المحيطه والطريق الذي يربط تلك المناطق، وقد اطلق الامداد على ميليشيات الانقلاب الحوثيه، كما تاكدت ايضا تحديد الحدود الحوثي باتجاه حيلان والمشجح والمخدره، ايضا في جبهه المخدره ايضا انتصارت القضاء على التسلط، وكذلك ايضا جبهه قانيه التي جرى فيها عمليه عسكريه محكمه واستدراج للميليشيات الانقلاب الحوثيه، ان كان ذلك من قبل ابطال قواتنا المسلحه في تلك المناطق. ايضا من خلالكم نشكر رجال القبائل الذي كان لهم دور كبير واسناد للمقاتلين سواء في محافظه مارب ومحافظه الجوف، محافظه مارب والجوف عصيه على الميليشيات الانقلابيه الحوثيه، الايام القادمه حاسمه وقاسمه للميليشيات الحوثيه الانقلابيه المدعومه من ايران. ان شاء الله باذن الله تعالى. سياده العميد اختم معك عن رسائلكم انتم في الجيش الوطني التي توجهونها لميليشيا الحوثي الانقلابيه بالتزامن مع تلك الجبهات المشتعله والتي يحرز من خلالها ابطال الجيش الوطني تقدما على ارض الواقع، ليس افتراضيا كما تروج له ميليشيا الحوثي الانقلابيه بانتصاراتها على مواقعها في التواصل الاجتماعي وكذلك في اعلامها الكاذب. الحقيقة نقول للميليشيات الانقلاب الحوثية عليها أن تعود عن انقلابها وعن غيها وعن الزج بأبناء شعبنا اليمني في محارق الموت والنهاية القريبة لتلك الميليشيات الانقلابية. ستندم الميليشيات الانقلاب الحوثية وقد تامت تلك الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا والانتهاكات سواء في المناطق التي ما زالت سيطرة الميليشيات الانقلابية أو ما تقوم به من جرائم أيضا في الساحل الغربي، سواء في القذائف والصواريخ العشوائيه اللي اطلقها على التحيتي والدرهمي وحيث، وكذلك الفازا، وكذلك ايضا اجزاء من مدينه الحديده وما تقوم به باطلاق الصواريخ بين الحين والاخر على مدينه مارب تستهدف الاعيان المدنيه وايضا اماكن تجمع النازحين، كما حدث في ذلك من قتلى وجرحى في منطقه الخانق او شهداء وجرحى في منطقه الخانق. هذه الميليشيات الاجراميه ستندم عما قريب وسيلتف ابناء شعبنا ضد تلك الميليشيات الانقلابيه الحوثيه. أبناء شعبنا اليمني سيقومون بالثورة المتواصلة ضد تلك الميليشيات. العام 2020 هو عام الثورة ضد الميليشيات والقضاء على كل الأذرع التي تنفذ الأجندة الإيرانية. الميليشيات الانقلاب الحوثية نهايتها قريبة، الجيش الوطني سيحقق الانتصار وهو الصمام أمام الوطن. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد الركن عبد مجلي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف